شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء؟ طالب لبنان بتطبيق الـ 1701 بكلمة لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي أعلن فيها أن حزب الله كمان موافق على الموضوع. حزب الله موافق أيضا، حزب الله شريك في هذه الحكومة. بالكلمة نفسها تفهم ميقاتي الحرب بالجنوب وأنه معلش لأنه حرب ضد عسكريين، بس استهداف المدنيين ببيروت مرفوض. هيدي الضربة الكبيرة. حزب الله من جهته عمل جولة إعلامية بالضاحية، حكى عن الدعاية الإسرائيلية لتبرير المجازر وذكر معارضينه أنه الحرب بعدها بأولها. إن المعركة مع العدو الصهيوني لا تزال في بداياتها الأولى. بكير 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 كتير الحديث عن الاستثمار السياسي في الداخل. ميدانياً رمى الحزب أكثر من 80 صاروخ معظمهم على الجليل وحيفا. بالجليل نقتل عامل تايلندي ونصاب غيره بصاروخ مضاد للدروع. 5 مروحيات على الأقل نقلت مصابين من الجيش الإسرائيلي من الاشتباكات بالجنوب على مستشفيات حيفا. إسرائيل استهدفت مرة جديدة مركز للدفاع المدني بطير دبا بسور، والغارة الإسرائيلية على جبشيد بالجنوب قتلت 4 أشخاص، وغارة تانية على بوداي ببعلبك قتلت 5 أشخاص. بنويري بعد انهار على المجزرة ارتفعت حصيلة الشهداء ل 22 وتشيعت بصريفة عائلة نجدي اللي نزحت من الضيعة على النويري قبل الغارة. حاجز الجيش. استهدفت إسرائيل كمان مبنى للجيش بكفرة واستشهد عسكريين، ولليوم الثاني استهدفت اليونيفيل وتصاوب عنصرين بأزيفة إسرائيلية على مركزهم بالناقورة. بسبب هالاستهدافات استدعت فرنسا سفير إسرائيل وقال ماكرون إنه هالسلوك مش مقبول.